احتفال كبير شهدته جامعة سوهاج بمناسبة ثورة 30 يونيو تحت شعار شعب أراد وقائد حقق، وحضرها عدد كبير من الطلاب بجانب طبعا العديد من الشخصيات العامة. طيب احنا معانا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، نعرف منه تفاصيل الاحتفالات اللي تم تنظيمها بالجامعة. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل يا مثلا. صباح الفل يا استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. يعني احكي لنا كده، الجامعه احتفلت ازاي بثوره 30 يونيو في الذكرى الحادية عشر ليها؟ هو حضرتك الجامعه احتفلت بجميع منسوبيها امبارح من اعضاء هيئه التدريس والجهاز الاداري والموظفين والطلبه بهذه الذكرى المجيده الغاليه علينا كلنا، لتعبر يعني عن مدى أهمية هذه الثورة لمصر في العصر الحديث. وهذه الثورة كانت ثورة عارمة، ثورة شعب، يعني طلع فيها كل فئات الشعب، حتى الأطفال طلعوا مع أسرهم والكبار والمسنين وكل فئات الشعب طلعت عشان تقول لا لحكم الإخوان، لا لحكم المرشد، لا مصر رايحة في اتجاه الاحتلال، مصر رايحة في اتجاه التفكك والفتن والطوائف المختلفة، لأنها حكم الإخوان كان داخل على مصر نفق مظلم، لأنه كان يعني يبنى على هدم المؤسسات، وبالتالي وجود طوائف وشعبيات وقبائل وعرقيات، فكنا رايحين نفق مظلم، فكان خوف الشعب كله مش على الاكل ولا الشرب ولا الميه ولا الكهرباء، لكن خوف الشعب على ضياع مصر، لان فعلا مصر كانت هتضيع في لحظه ما. فطبعا لازم الشعب المصري وجامعه سوهاج تعبر عن قد ايه ثوره يونيو دي كانت ثوره عظيمه، قد ايه ثوره يونيو احنا كنا محتاجينها. وبعد كده ثوره يونيو ادت الى انجازات بوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الحكم على مدار 11 سنه، تمت انجازات لم نحصل عليها في عقود طويله. احنا عايشنا ثوره يونيو وعايشنا الوضع قبل ثوره يونيو، وكان وضع مزري ووضع سيء، وكانت البلد كلها في حاله شلل، ما كانش في امن ولا امان، وبالتالي يعني واجبنا ان احنا نثقف الطلبه، لان الطلبه اللي هي موجوده حاليا دلوقتي كان سنها تقريبا 9 سنين، فكانت لسه صغيره. صحيح. فاحنا طبعا لازم كل شويه نقول لهم ثوره يونيو واسبابها. طيب. ونتائجها. دكتور، هل اداره الجامعه هي اللي نظمت هذه الفعاليات بمفردها ولا الطلاب شاركوا فيها؟ لا طبعا الطلاب، احنا عندنا الطلبه في جامعه سوهاج طلبه واعيين، طلبة يعني كلهم معطائين، طلبة يتسموا بالانتماء للوطن وروح الانتماء. احنا دايما في كل مناسبات الطلبة بيبقى ليها اليد العليا، لان احنا بنثقف الطلبة واحنا بنوعي الطلبة واحنا بنعلمهم وندربهم، وهم دول اصلا امل الحاضر وامل المستقبل ان شاء الله. طيب انتوا من حضرتك، من الكلام اللي حضرتك كنت لسه بتقوله، ان مصر كانت بتمر بمرحله صعبه، والنهارده اللي احنا او اللي كنا عايشين فيه بقى مختلف تماما، ايه الرسائل اللي بتوصلوها للطلاب في خلال هذه الاحتفالات عشان كمان تدمجوهم؟ وعجبني كمان حضرتك بتقول احنا لازم نوعي الطلاب عشان هم كانوا صغيرين في الوقت ده باهميه 30 يونيو، فاحكي لي كده عن الرسائل المباشره اللي انتوا بتوجهوها للطلاب. احنا الرسائل المباشره احنا يعني بنوعي الطلبه وبندعوهم للانتماء وحب الوطن وحب البلد، وفي نفس الوقت بنوعيهم يعني الطلبه بنوصل لهم رسائل، وهم طلبه واعيين تماما وعارفين ومدركين الخطر اللي بيلحق بمصر، وقد ايه كل الدول بتتكاتف يعني تركيع مصر ولضعف مصر لاذلال مصر، لأن مصر هي دي حجر الأمن والأمان والركن والزاوية اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط. بنقول لهم طبعا وبنوعيهم الحروب القادمة، الحروب الحالية، وحروب الجيل الرابع والخامس، وحروب
الكتائب الإلكترونية والإعلام والبث اللي بيحصل في الميديا، وطبعا ما يذاع وما يشاع عن مصر وظروفها، وكل ده إن شاء الله بإذن تعالى سينجلي في وقت من الأوقات، ومصر في صعود مستمر ومصر إن شاء الله يا رب دايما. بنشكرك دكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.